في عندنا طبعا علشان انسرت الترانسديوسر داخل الجهاز نفسه، احنا بنفكر مثلا عندنا لو عندنا مثلا 128 اليمنت ترانسديوسر، يعني معنى كده احنا عايزين نوصل على الاقل يعني 128 سلك عشان نقدر نوصل يعني سيجنالز للترانسديوسر. ويبقى في عندنا بالاضافه للاسلاك اللي بتوصل للكريستالز، في عندنا اسلاك بتعرف الترانسديوسر، يعني بيبقى فيها حاجه زي يعني بروب اي دي مثلا سيركت، وبيبقى في بعض الاحيان عشان يبقى في بروتكشن بيبقى في مثلا انذر سكيورتي سيستم مثلا موجود عندي جوه الترانسديوسر، بحيث ان هو انترفيس مثلا مع الجهاز ويقدر يكوميونيكيت معاه. فالحقيقه في حاجات كتيره بتبقى يعني محتاجه اسلاك. فبنتكلم مثلا ان احنا يعني العادي جدا بيبقى في عندنا يعني محتاجين كونكتور ب 156 بينز، يعني كونكتور فيه 100 156 نقطه عشان نكونكتد مع بعضيها. فالحقيقه لو احنا عملنا كونكتور واحنا بنفكر كده ان احنا بندخل يعني بندخل حاجه يعني 156 سلك او 156 بين بندخلهم في يعني ده ميل وفي في ميل كونكتور بندخلهم في بعض، هيبقى في مشكله الحقيقه ان ممكن لو واحد فيهم اتكسر او اتعوج او وات ايفر هيبقى في مشكله كبيره ان احنا يعني الترانسديوسر ده مش هيشتغل بشكل سليم. فالحقيقه علشان الكلام ده يبقى ابسط اتعمل حاجه اسمها زيرو انسرشن فورس كونكتورز، بتبقى حاجه بالشكل ده كده، يعني بيسكلي انت بتحط ده في ده وبعد كده بتقفل، بيبقى في عندك هاندل كده لما تحط ده في ده. اولا ما فيش اي حاجه يعني بتبقى فيها معوقه خالص، يعني بتحطها يعني دي واسعه وبيسكلي الكونكتورز اللي هنا ما بتعملش كونتاكت غير لما انا اقفل ده، فبحط ده في منتهى البساطه في ده وبعد كده بقفل بيه اللوك ده وخلاص وذاتس ات. فاتس ماتش ايزير وبتعمل فيري افكتيف كونتاكت يعني بتحمي بقى البوث يعني اندز من ان يحصل اي دامج ليهم، وبالتالي بيبقى طبعا يعني ده مستعمل في جميع اجهزه الالتراساوند. ممكن يبقى شكلها ريكتانجلر بالشكل ده كده، ممكن يبقى شكلها حاجه سكوير بالشكل ده كده، وعاده بيبقى هي الحاجه اللي موجوده عندنا في الفرونت فرونت بانل بتاعه الترانسديوسر بتاعه الجهاز، هي بيبقى فيه الاماكن اللي انا بعمل فيها كونكشن للايه للترانسديوسر بزيرو انسرشن فورس كونكتورز او الزيف كونكتورز.